واخده في ميكرو. الله يحفظك. اهلا صباح الخير ومرحبا لكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في من خلال هذا المباشر. دائما تتمنى الصحة والسلامة والعافية كل مباشر وكل البث مباشر على قناة شوف تي في بالضبط مدينة مراكش. فاحنا تنحاولوا اننا نقربوكم من الفواكه الموسمية بعد ما اننا يعني نقلنا لكم يعني الوفرة بخصوص يعني الباكور يعني الباكور ديال ولاد تفرج دكالة. فاحنا الان مع العنب ديال الوداية باش نشوفوا المميزات ديالو. كذلك يعني كاين العنب الاسود وكاين العنب الابيض، بالاضافة يعني كاين العنب ديال المجموعة ديال الاقاليم اللي تيكون موجود كل سنه. فغادي نستضيفوا معنا السي سعيد اللي غادي يقربنا شويه يعني من هذه السنه هذه كيف دايره الامور بالنسبه للسوق وبالنسبه للعنب، وخصوصا ان كنا هذا الموسم يعني كاين شويه ديال الجفاف الله يرحمنا بشويه ديال الشتاء. على العموم غادي نحاول نقربوا شي شويه من الوفره ويعني ديال العنب والانواع ديال العنب والمناطق اللي تيجي منها بطبيعه الحال العنب اللي معشوق معشوق عند المغاربه بصفه عامه. سي سعيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خلينا نشد عليك يعني اليوم تنشوفوا العنب تنعرفوا بانه هذه وقيته يعني وقتاش يبدا العنب بالضبط؟ العنب من 15 حتى 10 حتى تيبقى حتى الاخر ديال العام حتى الشتاء. حتى الشتاء نعم. نعم، يعني شنو هما الأنواع ديال العنب اللي كاينين؟ هو الأنواع اللي كيبداو هما الأولين كتبدا سبيريور وفيكتوريا والفريري وليلى كاين نعم كاين أنواع ديال العنب. وقادية المناطق كل منطقة بالسلعة ديالها. فين ما مشيتي في المغرب دروك كتلقى العنب. تبارك الله ما شاء الله. يعني ما كاينش منطقة اللي ما بقاتش شي منطقة معينة في المغرب اللي كتسمى بالعنب. مشيتي لمكناس تلقى العنب، مشيتي لبنقريرة تلقى العنب، مشيتي للقلعة تلقى العنب، مشيتي للدار البيضاء تلقى العنب. فين ما مشيتي أزمور، جديدة، سيدي بنور، فين ما مشيتي غتلقى العنب. والمناطق اللي كانوا في الأول اللي كانوا معروفين ب المناطق اللي كانوا كانت المناطق البورية والمناطق المناطق السقوية وهي الوداية. وكان الدكالة كان فيها البور، شياط ما كان فيها البور، عدة واحد البلاصة تيقول لها المميسة حتى هي كان فيها البور والدكالة البور. دروكا ولا هذوك المناطق كلشي سقوية. نعم يعني كلشي ولا تيتج دروكا العنب. ولات السلعة الرومية الطارئة فيكتوريا والباريس. نعم بالنسبه لدوكا اش اللي موجود في السوق؟ واش ديال الودايه ولا ديال مكناس؟ كل منطقه بالعنب ديالها. داخل عندنا حنا العنب ديال الدكالة، وداخل عندنا العنب ديال الودايه، وداخل عندنا العنب ديال جهه الشيشه. نعم نعم. وشنو اللي شنو اللي عنده فيه الجوده اكثر السعر؟ على حسب اش يبان لك انتم؟ العام اللي خدم مزيان راه تكون عنده الجوده مزيان. نعم اش العام اش يبان لك بانه فين كاينه الجوده بزاف؟ واش ديال الودايه ولا ديال مكناس ولا ديال بحال بحال؟ على حسب الخدمه. واش واحد خدام واحد خدام غتكون عنده الجوده، واحد ما خدامش واخا يكون كاع في بلاصه العلم وعنده الماء موجود وعنده ما خدامش ما عندوش. نعم. فين ما مشيت هذا المخطط الاخضر دروك اللي كاين جهز المغرب كله، كل شيء عنده تجهيز، كل شيء عنده البوتاكوت، كل شيء عنده البسام، كل شيء عنده فين ما مشيتي تلقى الدواء كيتباع كل شيء موجود. نعم. اللي ما بيخدمش. نعم. الغلا راه كاين. ما شاء الله. الله يكون في عونك. لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلا. يعني دروك حتى الفلاح ولا تيعاني مع هذا الشيء ديال الأدوية والسماد يعني تيعاني من الخدام ما كايناش التجربة. علاش هذا الشيء الروم؟ يعني الخدام قلالو. الخدام قليل قليل التجربة شوية والغلا، الغلا ديال المواد كلشي غالي. نعم. وهاد السنة كي داروا هما مع الجفاف يعني قلة المياه هذا العام يعني؟ والله اللي كاين. بزاف اللي ما كاينش. عندهم ما يديروا هما مع الجفاف، هذاك الشيء ديال الله تعالى. نعم. يحفر البير اليوم غدا تيصبح مكونس. ما شاء الله. نعم يعني دروكا ديال الوديه هو اللي تبيعوا دروكا تتروجوا دروكا في السوق؟ لا كاين كل منطقه بالعنب ديالها. نعم. كاين ديال زمور دروك ديال زمور. كاين ديال الودايه.
الودايه ولا فيها العنب قليل. نعم. بدا تيقلل فيها العنب. حيت ما كاينش الماء كثير تما. نعم. يعني شحال تقريبا الكيلو ديال السي سعيد دابا الان؟ اش غادي نقول لك؟ اخر ثمن 6 دراهم واعلى ثمن 11 درهم. 11 درهم للكيلو. حسب الجوده. نعم. انا يعني وتعرفوا المغاربه عزيز عليهم بزاف العنب تيستهلكوه بشكل كبير. يعني الفوائد ديالو السي سعيد عندك شي درايه بالفوائد ديالو؟ يعني المهم الاستهلاك. ها؟ العنب مفيد للصحه. ولا بالثمن تيه الطعام. الحكم ديال الله تعالى كل حاجه وفيها لي فيتامين ديالها والمنافع ديالها. نعم. تبارك الله عليك السي سعيد، شكرا لك، الله يسر لك. اذا كما تابعتم معنا متابعينا خلال هذا المباشر في هذه اللحظات، يعني حاولنا نقربكم من الوفره يعني بخصوص هذا العنب والانواع ديال العنب. يعني كاين دروك الان ما بقاش منحصره، الان ما بقاش منحصر يعني العنب على منطقه واحده، يعني واحد المنطقه واحده. فالان كاين الودايه، كاين الزمور، كاين يعني مكناس، كاين بنقري، يعني ولات مناطق متفرقه بخصوص يعني المغرب بصفه عامه. ف يعني حاولنا ان نقربكم بالنسبه للاثمنه، الاثمنه ديال 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 يعني تتراوح ما بين 6 درهم حتى 11 درهم على حسب الجوده وحسب النوعيه. تبارك الله تنشوفوا بانه الخير موجود في بلادنا وفي ما مشينا، الحمد لله الخير كاين وما شاء الله. ف يعني في ما كما تشاهدوا معنا، فنتمنى من خلال المباشر اننا كنا قربناكم يعني من نوعيه. تشوفوا يعني كان الان العنب الابيض بالنسبه للعنب الكحل يعني مازال ما متوفر بشكل كبير في السوق كما تشوفوا معنا. فتنحاولوا اننا نكونوا قربناكم اكثر فاكثر يعني من هذا النوع ديال العنب، يعني الجوده ديالو والوفره ديالو في السوق. نعاود نذكر بانه الثمن تتراوح ما بين 6 حتى 11 درهم كما تشوفوا معنا مثل هذا المباشر المتتبعين. اذا ما بقاش نشكركم، شكرا لكم الى مباشر اخر على قناه شفتيو.